السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم في قناة مطبخ وتدابير سارة راح ندير معكم وصفة تاع خبز. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير. لهذا الخبز راح نحتاج إلى 2 كيسان ماء دافي، نص كاس ما بين زيت زيتون وزيت المائدة، وهنا لكم الاختيار، اللي يحب يدير زيت زيتون وحده ولا زيت المائدة وحده راهو حر. نحتاج ايضا الى 2 ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، 2 ملعقة كبيرة من السكر، 2 ملعقة كبيرة من بودرة الحليب، كيس خميرة كيميائية، الملح، حبة بيض وبياض حبة، لانه الصفار خليناه باش نديروه في لادوغور من بعد. فارينة 150 غرام من الفارينة الكاملة، وعندي هنايا 70 غرام ما بين النخالة والشوفان، وهنا أيضا هذا أيضا اختياري، تقدروا ديروا تقدروا تستغناو عليه، كما تقدروا ديروا أيضا في بلاصو الشعير. نبدأ بالتحضير. أول شيء نحط الماء، طريقة جد سهلة، زيت، مزيج تاع الحليب والسكر والخميرة، الملح، البيض، دوك انا واش ندير، نخلط اولا هادو مليح. بسم الله. بعد نبداو نضيفو الفارينة، الخبز هذا يجي بزاف خفيف وبنين وايضا صحي. نركز كثير على كلمة صحي، لانه شيء مهم جدا في غذائنا انه يكون صحي. الآن واش راح ندير؟ ندير هاد الفارينة تاع الخبز الكامل، نضيف معاها الشوفان والنخالة، ومن بعد نكملو بالفارينة العادية. نديرو بالعقل ونشوفو. العجينة ما نديروهاش ناشفة بزاف باش يجينا الخبز طري. بعد ما كملت حضرت العجينة، هاي شوفو كيفاش تجي طرية، هاي ليك، تجي شوفو تجي طرية، تتلاصق شويه ماشي حاجه. فوالا نخليوها دوك تخمر، انا نغطيها نخليها تخمر، كي تخمر نفاصونيوها مع بعض ان شاء الله. بعد ما خمرت العجينه وتضاعف الحجم ديالها، هاي قدامكم كيفاش راهي. دوك نحط لها الخميره، ندير شويه زيت في يدي، بسم الله باش ما تلصقش. لانه طريه العجينه هذه، مش راح ندير، راح نحبط كامل العجينه هذه. هذا باش نبدا نشكلها،
ندير لها خبيزات صغار كويرات، نخدم دائما الاستعانة بالزيت، مانيش حابة نزيد لها الفرينة باش ما تنشفش، ونحطوها هنا في السنيوة. شوفوا نديرها خبيزات هكذا فقط بهاد الطريقة هكذا، ونحطهم مباشرة في السنيوة. بهاد الطريقة سيو ما نديروهمش بزاف كبار لأنه راح يخمروا من بعد. شوفوا ندني سنيوة من هنا باش نحط قدامكم. الا شفناهم كبار نقصوا لهم، يعني الحجم مساله حجم كل وحده والذوق تاعها، اللي تحب ديرهم شويه صغار اكثر تصغر. هاي احنا كما هذه صغرتها شويه. كي نكملهم كامل نديرو لهم لا دوغ. بعد ما كملت فاصونيت كامل الخبز دوكش نديرو له لا دوغ، اللي هي انا درت هنا صفار البيض ودرت له شويه قهوه سريعه الذوبان وخلطته. ندهنهم كامل، نحطو لهم شويه جلجلان وساندويتش، نخليهم يزيدو يكملوا يخمروا ومن نديرهم يطيبوا. في هذه الاثناء طبيعه الحال الفرن راهو يسخن على 200 درجه باش غير يخمر نديروه يطيب، وما ياخذش وقت طويل في الطياب، حوالي 20 دقيقه هكذاك. خاصة أننا درناهم خبيزات ماشي سنيوة كامل، ماشي خبزة واحدة. دوكا هكدا نخليهم يخمرو وبعد نديرهم يطيبوا، بعد ما يوجدوا نعاود نرجع لكم ان شاء الله نوريهم لكم واجدين. اول الخبز تاعنا بعد ما طاب خدا لي في الفوق 20 دقيقه ملتحت، ومن بعد حمرته غير شويه من الفوق او مازالو سخون. راح نقسم لكم شوفوا ها يعاود يرجع تلمو خفيف، نقسم حبه باش تشوفوها. ها هو الخبز تاعنا كيفاش جا او مازالو سخون ولا اروع، بزاف بنين وصحي بطبيعه الحال. نتمنى انكم تجربوه، والى فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.